service fibers. Service fiber, these are the periodontal fibers embedded in cementum, like extrinsic. Continuous deposition of cementum keep the attachment apparatus intact. يعني the deposition of cementum لو في واحدة من الفايبرز فكت بيحصل deposition تانية تمسك قوي. لو السنة اتخلخلت اتعرضت لفورس خلتها لوس then again it can fixed in place. يعني لو جات سن مثلا اتضربت بحاجة وبقت تتحرك if you give it a rest without any mobility then again it's going to be fixed in place لأنه بيحصل deposition of cementum جديد لأنه cementum blast موجودة قاعدة. طيب apical deposition of cementum compensate for the tooth wear. What is tooth wear? Wear تآكل. ايوه تآكل الاسنان. طيب التآكل انواع. في واحد الاسنان تاكل مع بعضها بعض during mastication او malposition في maloclusion. ده اسمه intrinsic mechanical. intrinsic يعني بعوامل داخليه وتآكل ميكانيكي يعني بتتآكل مع بعضها. ده اسمه اتريجن. واحيانا انت بفعلك الخارجي تقوم تعمل تآكل في الاسنان. مثلا واحد بيسوق كده وفقي اسنانه بتتآكل او بيضفر باسنانه او بياكل القلم ده بيحصل له تآكل في الاسنان. ده اسمه ابريجن. او الاسنان تتآكل بالحماض اسمه erosion. How did أكل بالoccludal forces on one tooth or more? A refraction. فأي tooth wear خاصة في occludal surface اللي هو that region السنة بيحصل لها deposition of cementum under the apex and then is pushed up ولا over the apex and then is pushed down عشان تاني يتلاقوا. طيب root repair if there is a crack يعني لو في شك بسيط في الروت تقوم تثبت السن ما تخليها تتحرك فده ممكن يحصل ليه برضه تاني ريبير. طفل وقع سنه انت صورت الاشعه شفت فيه كراك لكن ما واصل اول ثرو يعني ما ماشي ثرو ذا رول يعني كراك في جنبه لحد ما يوصل بوب كافيتي. In this case you have to fix the tooth يسموه splinting تربطهم مع بعض تنتظر كم يوم كده بيحصل ليهم healing. cementum resist resorption اللي هو السيمنتم لانه ايه باسكولر لما انت تعمل عليه بريشر ما بيتاكل السيمنتم بيتاكل البون والسنه بتتحرك. فالحكايه دي استفدنا منها في الاورثودونتيك. وات از اورثودونتيك؟ تقويم الاسنان وليس التقويم ساي مشكله لانه التقويم فيه هجري وفي ميلادي. ثاني في شنو؟ اللي هو ده تقويم الاسنان يعني الشيء الاسنان تكويمه فوق بعض. Is it? طيب ما علينا المهم التقويم الأسنان. طيب in this case بنعمل شنو؟ بنجيب braces ناخدهم وبعدين نجيب سلوك نشد مش كده. ف this there is a pressure on both root and bone لكن البون لأنه vascular it changes itself from osteoplast to osteoclast C بيقوم يعملوا لك فتحه في البون السنه بتتحرك فيها لكن السيمنتم ما بغير السيل بتاعته. هم السيل بتاعنا السيمنتم وبتاعنا الدينتي بتاعنا البون كل واحده قاعده فيهم صف حول السيمنتم وصف حول البون وبيناتهم بريدونتال ليجامنت. لما يكون في بريشر السيل دي بتحاول تو ريسبوند عشان ما يحصل دمج للبون او دمج للسيمنتم لكن بتاعت السيمنتم لانها ما عندها دم ما doesn't respond لانها زيكم كده وديك لانها عندها دم it respond quickly فتقوم تفتح بليس السنه تتحرك فيه. عشان كده تاني بينادوك افتر فتره وتاني يعملوا لك تاني يعملوا تنشن لانه التنشن بيكون اترخى وهكذا. فديس ميزه اوف سيبون اند سيمنتم we make use of it في الأورثودونتيك تريتمنت لأنه لو بيحصل هناك كان خلاص اتكسرت وانتهينا كانت اتكسرت السن لأنه لو يتأكل الروت كل مرة حيكمل لكن البون بيتأكل من جنبه بيحصل ديبوزيشن هنا أو سايد فالسيكنس محفوظ
ونحن اللي عايزينه اساسا ما عايزين نكسر السن، عايزين نحولها من مكان لمكان، مش كده؟ عشان تجي في الوضع الطبيعي اللي الوضع اللي احنا عايزينه فانكشنالي او استاتيكلي من ناحيه جماليه او من ناحيه وظائف. طيب سيمنتم الثيكن ويز ايج نسميه هايبر سيمنتوزيس. السيمنتم يحصل له ديبوزيشن لحد ما يتلصق على البون، يبقى ما في بريدونتال فايبرز. لما نجي نعمل اكستراكشن ما حنقدر، يا يتكسر الروت يا اتكسرت البون. In this case you need to separate the root from the bone. برضو احنا قلنا السيمنتم is permeable. With age the permeability decrease. السيمنتم فيه high amount of fluoride. It decrease لأن البرميابيليتي يعني فيه more than enamel. نحن we want fluoride more in enamel لكن actually it is more in cementum. What type A and type B cementum? ايه واحد A cellular و B cellular. طيب what are A, B, C, D, ديل 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 دنتين يس سي لما السيمنتم ياخذهم الـ A layer of dentin in the root granular and hyaline. دي النظيفة دي hyaline والفيها granules هي granular. نفس الشيء granular hyaline والسهم يشير إلى ماذا؟ cemento dentinal junction. cemento dentinal junction. ماذا ترون هنا أيها الناس؟ probabilities of cemento enamel junction. What are the probabilities? What you see? Overlap. Edge to edge. Gap. طيب نجي لبريدونتال ليجا. شنو بريدونتال ليجا؟ شنو؟ ايوه ليجا. مين ليجا؟ وين قاعده تنقل منت انت؟ منت قاعده تنقل وين؟ ما قاعده تنقل منت؟ طيب بريدونتال ليجا مين؟ These are fibrous connective tissue occupying the periodontal space. أين يوجد البريدونتال سبيس؟ Bone and cementum. It continues through vascular canals with the other side and above with the gingiva, below with the periapical tissue. برضو الديفلوبمنت بنفس الطريقة اللي قلنا ديك. دي الهيستولوجيكال ستراكشر. عندنا periodontal space between bone and cementum as you said. يعني واحد في A and B bone والثاني cementum. What is A and what is B and how do you know? واحد cementum واحد bone. A bone وB cementum. Yes you are right. How do you know? أيوة هنا شفنا شنو؟ cavity. معناها في مرو cavity هنا the vascular. وهنا ما في solid compact. What is neat than this? granular وhyaline. بعد كده cementum. نجي نلقى هنا ديل cells مرصوصين. ديل اسمهم cementoblast. والمسافة بين السيمنتم والسيمنتوبلاست دي اسمها بري سيمنتم. زي المسافة بين الدنتين والأودونتوبلاست اسمها بري دنتين. برضو هنا ده صف بتاع اوستيوبلاست بيناتهم بريوستيوم. بريوستيوم اللي هو around the bone مش كده؟ او بري اوستيوم يعني ما قبل ما يبقى بون. بري دنتين ما قبل ما يبقى دنتين مش كده؟ بري سيمنتم ما قبل يبقى سيمنتم. لانه قلنا اي تيشو من ديل بيبدا ببري بيحصل لك كالسيفيكيشن، ثاني تعمل لير بري يحصل لها كالسيفيكيشن. الكالسيفيكيشن بيعملوا هارت تيشو اللي هو ايذر دنتين او بون او سيمنتم. فايبرس يعني اللي بنلقاه هنا اندر ذا مايكروسكوب حنلقى فايبرز اللي هم رانينج هوريزونتال بيربنديكولار تو ذا بون اند تو سيمنتم امبيدد ان سيمنتم اند امبيدد ان بون والامبيدد بارتس منها شيربس مش كده؟
طيب بنلقى فايبرز بنلقى سيلز و all of these are embedded in ground substance اللي هي دي الارضيه اللي بيكونوا قاعدين فيها اللون بيج دي الارضيه اللي فيها السيلز وفيها الفايبرز وفيها البلود فيسل لايك ذس كل الحاجات دي بنلقى يعني السبيس ده اندر ذا مايكروسكوب هنلقى فيه سيلز شايفينهم هنلقى فيه فايبرز ماشيه بين ذا بون اند سيمنتم بنلقى فيه ثاني شنو بنلقى بلود فيسلز وان سو اون طيب اذا احنا هنمشي نشوف الفايبرز هي شنو نشوف السيل هي شنو نشوف طيب هسه احنا شايفين السيلز وات ار ذا جروب اوف سيل ذات وي كان سي هير شايفين شنو من السيلز سيمنتو بلاست وبين هنا وفي النص فايبروبلاست اند بروجينيترز بروجينيترز اور ستيم سيلز الخلايا الجذعيه اللي انت ممكن تستفيد منها ايوه اذا ذير ار فور تايبس اوف سيلز هير اسمهم فورماتيف سيلز اور سينثيتيك سيلز يعني بيعملوا فورميشن تو اذر تيشوز طيب وات ار ذيس فورماتيف سيلز اند وات ار ذا تيشو ذي فورم سيمنتو بلاست فورم سيمنتم ثاني فايبروبلاست فورم شير بريدونتال ليجامنت شير بيس فايبرز يس يعني osteoplast form bone stem cells as progenitor can be differentiated according to the need يعني ده اللي قاعدين كده نقصت osteoplast يعملوا osteoplast نقصت cementoplast يتحولوا لcement نقصت fibroplast يتحولوا لfibroplast طيب نجي نشوف الكلام اللي انتوا قلتوه ده دي synthetic cells as you said and what do they form Then the second group اسمهم osteoclast. They are resorptive cells. They are بيعملوا response against pressure or infections. اللي هم osteoclast, fibroblast, and cementoclast. الفاستر قلنا osteoclast than cementoclast because bone is vascular and cementum is avascular. ثاني برضو في cells of the defense system they appear the immune system أو remnant of the epithelial root sheath لو وقعت في البريدونتال space هتعمل epithelial rest of melasses اللي هي منها ممكن تتحول لراديكولار سيست as لو وقعت في البلب هتعمل لنا بلب ستون أو وقعت بين الدنتين والسيمنتم تعمل لنا intermediate cementum لا بيشبه الدنتين ولا بيشبه السيمنتم يعني عندها هي ما قاعدة بين الدنتين كان والسيمنتم مش كده المفروض تختفي لو طارت وقعت في البلب تبقى بلب ستون لو قعدت في مكان ما اختفت تبقى انترميديت سيمنتم لو طارت وقعت في البريدونتال سبيس تبقى ابيثيليا ريست اوف ميلاسس طيب ناو وي ار لوكينج تو تو تيشوز واحد بون واحد سيمنتم وات ات ذس اند وات ات ذس هنا بون لانه في وراريفاكشن خفيف شويه معناه جواه في كابيتيز طيب ناو وي ار لوكينج تو سيلز ديل اسمهم سيمنتو بلاست انا وطار دي سيلز اوستيو كلاست البلاست بيكونوا في صف ستريت الكلاس بيكونوا بيج ان سايز اند ذي ار ان هاو شيب لاكوني قاعده في فتحات يعني لما تقلع السنه لو لقيتها خشنه في هنا فيها كافيتيز معناها كان فيها تآكل فلو لقيت السيرفيس سموث لايك ذس معناها ذير از نو هير ذس بون از ريزولف في سيلز قاعده اللي هي الفاجوسيتيك سيلز قاعده تاكل من البون اسمها شنو بالعربي؟ بلاعم ايوه بيبلع طيب في فايبرز الفايبرز الموجودة في البريدونتال سبيس اسمهم بريدونتال فايبرز اوف كولاجين تايب اللي هم ديل برينسيبال فايبرز برينسيبالز سم ار كونكتينج جينجيفا تو توس اور بون اسمهم جينجيفال فايبرز سم ار كونكتينج ادجسنتيز توجذر يعني سنتين جنب بعض مثلا لاترال مع سنترال لاترال مع كناين سنترال مع سنترال دي اسمهم transeptal fibers في fibers رابطين التوس مع الالبيولر بون بتاعها اسمهم dento alveolar
then to alveolar. تسمع الالفيولر بون بتاعها. Then there are three types of principal fibers اللي هي gingival, transeptal, و dento alveolar. Dento alveolar three. Sorry, five arrangements. Five arrangements. يعني مرتبة في ثلاثة five groups. Group one اسمهم crest اللي هم في القمة هنا بتاعت البون الماسكة في السيمنتم. يعني ديل between the bone to cervical line اسمهم crest fibers. وفي fibers ماشية straight like two نسميهم horizontal. وفي fibers ماشية oblique down نسميها oblique. وفي fibers around the apex نسميها apical. وفي fibers between two roots نسميها interradicular. Between two roots or three roots. Yes. أي نفسها بس ما واصلة أي fibers واصلة بين البون and cementum دي اللي هم الشيربس. ممكن تكون ماشية بميلان شوي أو ماشية straight. كله صح. طيب دي اللي هي اسمها principal fibers dento alveolar. Dento alveolar يعني بين التس والالفيولر بون. One اسمهم شنو؟ Crest. Two horizontal. Three. Four. Five. Interradicular. طيب define what is the difference between oblique and crest? كيف in the middle? The directions مش كده? From bone apically to cementum. دمنو. From bone apically to cementum. Oblique ولا crest? يعني كده شوفوها. Apically يعني شنو? ماشي على ناحية الابيكس مش كده? من البون ماشي للابيكس دي شنو? في اتجاه الابيكس دي oblique. من البون ماشي للسيرفايكال لاين دي تكون شنو? ولا نقول from bone down to apex. From bone down to cementum. From bone up to cementum. كده احسن? ولا from bone apically to cementum. From bone cervically to cementum. الاول. طيب لو استوس ابر. حتكون بالعكس مش كده? إذن الحاجة الثابتة عندنا الكراون والأبيكس مش كده? لو التوس مقلوبة ما لنا دعوة لو قاعدة على مين في النهاية نقول from bone coronal or apical cervical to cementum. From bone apical to cementum. We mean في اللور تيس from bone down from bone up. في الأبر تيس نكون عكسينهم مش كده? Anyway يعني أنا قاصد إنك أنت عشان ما تقعد تغير الكلام تقول إن upper tus إن lower tus لو قلت الكلام ده بيمشي عليه كله. From bone apically to cementum. From bone coronally to cementum. خلاص كده ما علينا دعوة. Upper ولا lower tus it is the same idea. طيب الباقيين ديل واضحين مواقعهم بتكلمك عنهم. طيب نشوف الكلام ده نفذه دي lower teeth. What is A? What is A? A. The L مع B. Crest. How do you know? ده شنو? ده بونو ولا سيمنتم? وده? كيف عرفت ده بون? Cavities and this is solid. كده? From bone. To cervical line, this is عشان أنا وصفت عليهم قلت لهم دي lower tus معناها this is crest fibers and here the bone of the cementum كده oblique و B أفتكر واضحة B منو horizontal ماذا ترون هنا أيها الناس ده half of a root يعني الروت ده مكتمل كده apical وهنا كيف عرفتوها ده bone وده cementum معوج كده مش كده
يعني ما في سيمنتم بيكون كونكيف اور كونفكس لايك ذيس اكسبت البايفوركيشن مش كده. ف this is bone لانه فيه cavities and all of this is solid معناها الفايبرز بين ذيم اللهم ديل. قلنا دي الفايبرز. This is the plus supply to the periodontal ligament. It comes from three directions. Gingival from the gingival side, between the teeth interdental or from the apical aspects, the dental branch before it enters the tooth, it gives its branch. Functions support by the attachment of fibers. Sensory, it contain proprioceptive receptors. It responds to mechanical pressures. لو في حاجة قوية أو حاجة hard, then you feel it. Nutritive, it contains blood and cells. Ground substance. Formative, it forms tissues. Protective, it protects the underlying tissues from the teeth to go in. نحن عارفين under the teeth, there is inferior alveolar, or over the teeth, there is superior alveolar. عشان التيس ما يحصل ليها suckling in or up. Then these fibers, it fix it in place. Gingiva. Huh? Nagif? Nagif, this is my... اللي هي شنو دي؟ ينجي هي؟ ينف؟ في واحد زيكم كده بيقرأ الإنجليزي براو في ينف دي بيقرأها ينجي هي؟ مع اننا ميس ليكشر لازم نعوض الليله. مفيش طريقه. ها؟ بكره؟ ما مشكله؟ الاسبوع الجاي انا ما في. اللي بعده؟ رمضان لسه، رمضان لسه. ها؟ رمضان اللي هو هنا، رمضان اللي هو هنا. ده شنو ده؟ دي شنو هنا؟ جنجبة بالعربي شنو؟ يعني رمضان لسه. طيب إلى اللقاء يا أصدقاء. أنت تتكلمي باللغة العربية؟ تتكلمي باللغة السودانية؟ طيب خلاص نشوفكم إن شاء الله. ما أعرف ما مشكلة، في وقت إن شاء الله بيكمل ونراجع كمان.